ارتبطت سلالة جديدة من الفيروس التاجي سارس كوف 2 بمرض الجهاز التنفسي الحاد الوخيم في أواخر 2019، وتسببت بانتشار الجائحة منذ أذار مارس 2020، حاصدة أكثر من 2.7 مليون حالة وفاة و122 مليون إصابة عالميا حتى الآن. وفي الوقت نفسه طورت عدة لقاحات ضد هذا الفيروس بجهود عالمية في وقت قياسي بحلول أواخر 2020 لاستخدامها في حالات الطوارئ، لكن ومع ظهور عديد من السلالات الطافرة للفيروس يبقى السؤال الأهم: ماذا عن فاعلية هذه اللقاحات ضد السلالات الجديدة؟ لنتابع معا. تعد الطفرات الجينية للفيروسات ظاهرة شائعة، فقد حدد حتى الآن حوالي 4000 طفرة في بروتين الشوكة S لفيروس سارس كوف 2، لكن معظمها ليس له أي تأثير في إمراضية الفيروس أو انتشاره. لكن حددت 4 سلالات متحولة مهمة سريريا للفيروس، وانتشارها أسرع من السلالة الأصلية، وهي السلالة البريطانية، وسلالة جنوب إفريقيا، وسلالة البرازيل، والسلالة الهندية. حظيت سلالة المملكة المتحدة B117 باهتمام كبير نظرا لارتفاع معدل انتقالها، فقد حددت 17 طفرة فريدة فيها وانتشرت إلى أكثر من 50 دولة. قد تؤثر السلالة الطافرة الجديدة تأثيرا كبيرا في فاعلية اللقاحات، لأن معظمها صمم لاستهداف بروتين الشوكة S في فيروس سارس كوف 2. ونتيجة حدوث الطفرات في هذه المنطقة، فإن الأضداد الناتجة عن اللقاحات قد لا تتعرف على الطفرة فتفشل في تحييد الفيروس. لكن الدراسات قد أثبتت فاعلية لقاح بايونتك فايزر ضد السلالات الأربعة السابقة جميعها، وفاعلية جونسون أند جونسون ضد سلالات المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل. كذلك فإن لقاح أسترازينيكا فعال ضد سلالات المملكة المتحدة والبرازيل والهند، وغير فعال في سلالة جنوب إفريقيا. وجد أيضا أن لقاح موديرنا فعال ضد سلالة المملكة المتحدة. لقاح سينوفارم فعال ضد سلالة جنوب إفريقيا فحسب. أما لقاح سباتنيك في فلم تتوفر أي معلومات عن فاعليته ضد السلالات الجديدة. إن فاعلية لقاحات كوفيد الحالية عالية جدا، فهي تسبب استجابة مناعية قوية حتى لو كان هناك انخفاض في قوة الضد. فالأضداد ليست هي الجزء الوحيد الذي يجعل اللقاحات فعالة، فهناك أيضا الخلايا التائية وخلايا الذاكرة البائية وأنواع أخرى من الأضداد. وعندما نطعم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أسرع وقت يمكننا وقف انتشار الفيروس، وبطء انتقال الفيروس يعني فرص تحور أقل، مما يساعد على منع ظهور أي سلالات طافرة أخرى.